المشاهدين الكرام لفقرة ميكرو المونديال، ونشوفوا انتظاراتكم من المنتخب المغربي في المونديال القادم بروسيا. وحظوظ هو قليل بالنسبة لهم، حيت قليل باش يدوزوا، حيت هما عندهم اصلا ليكيب شويه المهم ما بيهاش، ولكن عاوتاني حنا طلعنا في واحد البول صعيب شويه، فيه الصبليون وفيه البرتغال والايران. ايران عندهم شويه الحظوظ انهم يربحوهم، اما الصبليون هما ليكيب كامله كاملين تيلعبوا في الصبليون ناضين. نظرا زعما النيفو اللي لعبوا فيه في المباريات اللي فاتوا، راه كنقول غادي يربحوا ان شاء الله، نظرا لان بزاف ديال الاراء ديال المغاربه فاش كيتجمعوا كتكونوا جالسين زعما كاملين كلشي كيقول راه المغرب غادي يربح، وكنتمناو لهم الخير ان شاء الله وما غاديش يخيبونا. حتى كل الحظوظ المنتخب الوطني غيدوز وغيربح اسبانيا وغيربح البرتغال وايران، ان شاء الله غيدوز وغيتاهل النصف النهائي كاع ان شاء الله. البرتغال راه عندهم نجم كبير رونالدو واللعابه اللي معاه، صعيب يدوزوا حظوظ قليل، قول 5% كاع الى دازوا. هيرفون عطى واحد الشحنه للعابه وعطى زياش من صالح هوية، عطى واحد الحافز باش يقدم احسن ما لديه. كل واحد عنده قدرات ديالو، حتى القدرات ديال اللاعبين المغاربه راه ماشي ساهلين، ان شاء الله غادي يحمروا لينا الوجه وغادي يرفعوا رايه المغرب للفوق وغادي يزيدوا بالمغرب للقدام. قبل ما نودعكم اصدقائي، نخليكم كما جرت العاده مع ابرز عناوين العدد القادم من مونديال.